انت اللي قلته معناه كده، مش لازم تبقى مباشر، مش لازم تقوله باللفظ يعني. انتوا عايزين تنسحبوا وجبنا، عايزين تنسحبوا انسحبوا، انا ما يهمنيش، انتوا اللي هتندموا. كل واحد فيكم هيرجع لماضي وحش، انت هترجع تتمرمط في الحقول وفي الغيطان وتلعب مع اصحابك في الترعه ويجيلك بالهرسيه تاني، وانت الكبير هيرجع يهزقك ويكهربك في كل حته. وانت يا توماس انت عارف كويس قوي هترجع لايه، عارف هترجع لايه. وفين زبير؟ هترجع للقهوه، ترجع تتهزق في القهوه، عايز قهوه زياده تجيب له ساده يرميها في خليتك. وانتوا انتوا مين اصلا؟ anyway اكيد ليكوا تاريخ منايل بستين نيله هترجعوا له تاني. انا رايح العب لوحدي، قلبي قلب اسد، هروح لوحدي، مش عايز حد فيكم. بصوا عموما يعني قشطه، لو حد عايز يبقى معايا اوكي. حد عايز يبقى معايا؟ انا معاك يا سي جوني. حلو، ستيل لوحدي. مين تاني هيبقى معايا؟ انا يا سي جوني. معاك يا سي جوني. ايه السخافه دي؟ طب ما انتوا امال ايه الجو الرخيص اللي عملتوه ده؟ anyway انا مبسوط بجد من قلبي ان احنا رجعنا واحد. يلا بينا نقسم فرقتين. لو بنعمل لك عملية قلب مفتوح. الحمد لله مفيش لا كسر ولا شرخ، هو مجرد لوي بسيط. سوري أنا الأربك بتاعي ضعيف، يعني لوي دي يعني هيبقى كويس بكرة ويتنطط؟ بكرة ويتنطط؟ لا على إيه بكرة؟ بعد ساعتين بالظبط. الله. بس هنضطر تحط رجله في الفرن، بس يا ريت من تحت مش من فوق عشان ما تلسعش وما تفتحوش، لا رجله تقب. أوكي بس هو مش هيلف شوية على فرن؟ مفيش حاجة على مقاسه. لا ليه؟ ما في عربيات بتخش الفرن. فرن عربيات؟ نسمكره؟ شوف الطب، شوف الطب البديل، بقى ده الطب البديل. أنا هزر. راحة أسبوعين ويتعرض على أخصائي علاج طبيعي، أنا ربطت دلوقتي. ايه جنابك ربطتها لي؟ ربطت الرباط الصليبي. ايه؟ لا الرباط الصليبي بيجي للي بيفهمه، ده رباط عاده. عاده؟ انا مش قادر افهم يعني هو بيروش ولا بيتكلم بجد؟ انت بتروش ولا بتتكلم بجد؟ لا انا بروش وبتكلم بجد، ميكس الاثنين مع بعضيهم. راحه اسبوعين ويتعرض على اخصائي علاج طبيعي، ولو حصل له حاجه انا بحملكم المسؤوليه كامله. كام داون، كام داون، احنا جايبينهولك. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ هنروح هنشوف اخصائي علاج طبيعي يشوف رجله. هنلاقي حاجه زي كده في المزاريطه؟ اذا كان مش لاقيين شيبسي مملح هنلاقي، هنجيب اللي بتقول عليه ده. جوني سيب باب الامل مفتوح، ما تخلوش موال. ده كلام فاضي بقى، زي الدم عمره ما يبقى ميه، وده عمره ما دم ما يبقى ميه، وصوابع ايدك مش زي بعضها، ما فيش حد حتى ايديها مش زي بعضها يعني. ما تتفضلوا ترتاحوا. اجيب عصير وبتاع. معقول بابا تشرفوني في الوحده ما تاخدوش عصير ولا اي حاجه؟ لا شرف. اتفضلوا، ده مكان اكل عيش، يلا خدوا الجثه دي واتكلوا على الله. امشوا. ممكن تكون دكتور، ده هيرش ميه كمان شويه، ده كبابجي. امشي يلا. طبعا. يلا احنا مش ناقصين هزار. شفت بقى حضره العمده الدنيا ضيقه ازاي؟ قلت لك هتلف تلف وترجع تلاقي حمدي كاتا. هو انت برضه ليك في العلاج الطبيعي؟ امال عهد مين ده؟ طبعا عهد جامد. والعشره دول انا خريج معهد الطيران. طب
ايه البوينت؟ مش فاهم. لا اصدقائي اخصائي اجتماعي واللي دكتور فبتعلم منهم. اه من عشر الام ستايل. ده غير بقى تصليح الاجهزه الكهربائيه، الكترونيات، حاجه ولاعه، موبايل. تعال بقى حضره العمده، الرزق يحب الخفيه. شفت الصايع بيسوق نفسه ازاي؟ انت خساره في البلد دي. شوف انابيل يا فخ. يا بنتي يا مؤاخذة، أنا بلا فخر يا حضرة العمدة، حطني كده في أي حاجة، لا مؤاخذة في أي مكان أسد فيه وأشتغل. جوني على فكرة الراجل ده هينفعنا جامد جدا في الماتش، إحنا مش معانا دكتور. الراجل ده بيفهم، والله العظيم الراجل ده بيفهم، هو شكله ما يديش بس شكله كده تلاقيه سمح ويقدر المواهب التي تعمل جاهدة على أي حالة تجدها. خلاص خلاص، أنت هتجيبني أنا صداع نصفي يا أخي، مش ممكن. ليه؟ احنا عايزين دكتور مش راجل بتاع علاج طبيعي. لا ما انت هتلاقيني معاك دكتور ماشي، علاج طبيعي ماشي، احمال بدنيه ماشي، تدليك تسليك. ده كلام، الكلام طول عمره رخيص. قدامنا اهو حاله عمليه، راجل نايم على السرير، الدكتور بيقول قدامه اسبوعين عشان يقف على رجله، واحنا عندنا ماتش مهم بكره. يفهم ايه الدكتور في اللي انا فاهمه؟ اسبوعين ايه؟ الراجل ده ساعتين زمن هخليه يقوم يرمى على رجله دي زي خلاص يا عم بقى. الله، احنا اتصلناك بعربيه، امال هتعمل ايه لما نبتدي الجلسه؟ ايه ده؟ هو انت ناوي تعمل اوه ماي جاد، انت ناوي تعمل فيه ايه؟ لا دي حاجات بسيطه كده عشان لو عنده حاجه معوجه بتاع بومبي نستعدلها له. طب هو انت ناوي ترده على البارد ولا هتدخله فرن؟ حلو. لا لا، هم خططين على الهادي كده، وان شاء الله الموضوع كله هيتظبط. هو اهم حاجه تجيبوا لي حله كبيره فيها ميه سخنه مغليه. دكتور حمدي، دكتور حمدي دلوقتي الراجل ده رجله بتوجعه مش حامل. هو انا مش دكتور ولا ايه يعني؟ انت هتعلمني شغلي؟ ما انا فاهم دي منطقة الكارع، لازم تتسيح الاول. كل ده ملوش لازمة. خلاص بقى، خلاص بقولك هيسيح. جود لك، سي يو ان هيل مان. تجري بيه، ما تنسانيش بقى يا عمدة، ما تنسانيش بقى بموضوع الفرقة دي. ها، وأنا الراجل ده يعني هخليه يقوم تمام التمام. أنت معانا إن شاء الله، بس أهم حاجة يقف على رجله تاني، لأن ده أهم لاعب عندنا. يعني أنا خلاص معاكم معاكم بس، وأنا أوعدك الراجل ده هقفله تقفيلة ما تخرش المية، بحيث إن أنت لو عايز تبيعه لأي فرقة تانية أتحداك لو اكتشفوا إن هو عنده خبطة قديمة ولا بارومة. طب أنا عايزه فابريقة، فابريقة. باي باي، بعمل لما الف سلام. فين بيه؟ رايح فين؟ وهتعمل لي مع الراجل دي وحدية؟ اسكت خالص، اهدى وتشاهد. وبعدين يا جوني هنلعب ازاي من غير فزاع؟ ده اسرع لعيب عندنا في الفرق. بص انا المره دي مش متشائم قوي يعني، لان بصراحه شفت امل، شفت امل في عين دكتور حمدي كاتب بجد. يعني اي هوب ان يرجعوا فعلا فابريكا. اسكت خالص. لسه عندك امل؟ Rest in peace bro. اوقف عندك يا صرمة يا كبير، ما تضربش نار يا كبير، ما تضربش علي نار، ده تبعي. تبعك كيف؟ معايا في الفرقة مش كده؟ ايه وجد ايه والله العظيم؟ مش انا معاك في الفرقة؟ ايوه يا عم، انت هتفضحنا غبي. طبعا مين يعمل جلك ليه؟ مش عارف، يمكن رجالتك افتكروه حرامي هو نازل من عندي، فانت عارف رجالتك ما بتتفهمش. طب بعد اذنك بعد كده لما تجي لك حد في انصاص الليالي ابقى قول لنا. حاضر اوكي، يلا يلا كل واحد يروح لحاله. يلا ثانكس، خش بقى عشان الساعة. ساقعة ما ساقعاش مالكش صالح. أي خدمة يا معلم. ربنا يبارك لك يا عمدة، ما عرفش أقول لك إيه. قول لي جوني، قول لي براذر. يعني أنا متواضع، ما تفرقش معايا الألقاب. أنت اسمك إيه بقى؟ أنا اسمي قطر.
باين عليك باين عليك. حد برضو يجي يسرق دوار العمدة. أسرق؟ قطر يسرق؟ يا عمدة ده احنا كنا بنلعب كورة، كنا بنلعب كورة برا والكورة وقعت عندك في الدوار، فأنا نطيت أجيبها ولا سيبها؟ أنا قلت أجيبها بدل ما سيبها وحد تاني يجي ياخدها. ده أنت أدائك فيك قوي قوي، يعني أوحش من ريدج بتاع ذا بولد أند ذا بيوتيفول. إيه؟ اللي هو الجريء والجميلات ولا جريء وطعمات حاجة بتاع أستاذ نور الشريف. طب أنت بتقفلني منك ليه دلوقتي؟ يعني ليه؟ أنا كنت عايزك في مصلحة. بص يا معلم، أنا متأكد أنت كنت جاي هنا عشان تعمل إيه؟ جاي تسرق، وأنا مش هرجعك إيدك فاضية. خد دول فلوس. خدهم كلهم. لا لا أنت كدبت وشتم. يات 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 بتبطل تبسيم. يلا خد دول، وبكرة الصبح تجيلي من بدري، عاوزك في مشوار مهم، لما تيجي هديك زيهم. ربنا ما عارفش اقول لك ايه. فكك من جو الشحاته ده، انا مش فاضي، عايز اطلع اكمل نوم. اوعى تاخر بكره. طير. او ماي جاد، سريع جدا كده. يبقى الفريق اكتمل.